الأهلي أولاً وفوق الجميع، جملة مش بنحسها غير بالمواقف اللي بنشوفها وبتمر علينا طول الوقت. مهما مرت مواقف صعبة، مهما عدينا بصعوبات، هتلاقي طول الوقت ولاد النادي هم أول ناس بيقفوا ويقولوا لأ، النادي الأهلي أهم من أي حاجة، والقلعة الحمراء هتفضل محصنة وشامخة طول العمر. هتعرفوا إيه سبب الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي ده، بس خليني أرحب الأول بزميلتي العزيزة أميرة. أهلاً.